السلام عليكم. هذا فيديو خصيصا لعشاق القهوة. غادي نصايبو نورمال حلي في القهوة النيت في المقاهي. نصايبوها بواحد الطريقة سهلة. تبعوا المراحل باش تعرفوا كيفاش غادي نديرو لها. كنصايبو قهوة عادية العصارة. المهم انا عندي عصارة صغيرة غادي نديرها جوج مرات. غادي نصايبها ونوريكم الطريقة كيفاش نصايب الرغوة، وغادي نعاود نصايبها باش تجيني حيت فيها غير فنجان واحد. كناخدو واحد الطاس، هذا الطاس ديال المكسور، غادي نديرو فيه جوج معالق ديال السكر، وغادي نخلو فيه القهوة اللي طلعت عندنا. هنا غادي نرجعو نعاودو نصايبو قهوة أخرى. اللي عنده عصارة كبيرة ممكن يصايبها في وقت واحد. القهوة اللي درنا مع سنيدة غادي نطربوها مزيان تتولي كريمية، تولي رغوة مزيان، وغادي نحطو. من بعد ما ولعنا الكريم ها هو واجد كما كتشوفو، كنديروه في الفنجان بحال ما بغينا. المهم بلا ما تزيدو السكر من بعد حيت ديجا رغوة حلوة بزاف. كنصبو القهوة. القهوة ديالنا هاهي وجدات بالصحة والراحة لجميع عشاق السمراء. بصحتكم، المهم كلشي يبقى في دارو.